استنكرت منظمات حقوقية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبد الهادي المري بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي السعودية إلى قطر. جاء ذلك في بيانات صدرت عن الجمعيات تضمنت استنكارا لهذه الممارسات المرفوضة ضد المواطن القطري، معتبرة إياها مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والصحوح الحقوقية الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وجميع المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية.